السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة سهاد أم خديجة. فيديو جديد ووصفة جديدة كيف ما كيبان لكم إن شاء الله. اليوم غادي نقدم لكم شوربة القرع الأحمر، صحية ولذيذة وننوعوا في هذا رمضان. ماشي دائما الحريرة، ننوعوا في شوربات، كل مرة نديروا شوربة مرة حريرة. كنتمنى وصفة اليوم تعجبكم وتنال رضاكم. إلا عجبتكم ابقوا مع هذا الفيديو وفرجة ممتعة. وهذه الوصفة على بركة الله. نبدا نقطع هاد الخضر اللي عندي. عندي هنا واحد جوج بوريات او جوج ديال لي بوارو، غادي نقطعهم قطع صغيرة ماشي بزاف، لان انا غنطحنهم، ما حاجتيش بيهم نقطعهم بزاف لان غادي نطحنهم في الطحانة الكهربائية. غادي نقطع هاد جوج بوريات كما كيبان لكم في الصورة. عندي بصله متوسطه الحجم حتى هي، غادي نقطعها. عندي تقريبا بصله ما كبيراش، الا كانت عندكم كبيره ديروا غير النص. عندي جوج ديال الخيزي الزيوت، هما غادي نقطعهم قطع صغيره مربعات مكعبات، ماشي نقطعهم صغار بزاف شويه باش طيب لينا دغيا الخضر ديالنا. عندي حبه بطاطس واحده حتى هي، غادي نقطعها بنفس الكيف اي طنجره، طنجرة صداق ولا طنجرة عادية. إذا ما كان عندكمش الوقت تديرو بين فيها تديروها في طنجرة صداق، أنا عندي شوية الوقت نديرها غير في طنجرة عادية. كنضيف داك البصلة، نضيف ليها واحد جوج معالق ديال زيت الزيتون. نتوما إلا كنتو كتبغيو مذاق ديال الزبدة ديرو الزبدة. كنبدا نشحر هاد البصلة، لأن التشحيرة هي اللي كتعطي المذاق الزوين لهاد الشوربة. ضروري تشحروا البصلة من الأحسن، يمكنكم ديرو الخضر في دقة واحدة وتفوع عليها الماء وتخليها طيب، ولكن من الاحسن شحرة. نضيف ليها هذوك جوج ديال البواريات اللي عندي، كنبدا نشحرها مع هاد البصله غير شويه ماشي بزاف، على نار هادئه باش ما تحرقش ليا البصله حتى تعطيني هذيك الريحه ديال التشحيره الزوينه، هي اللي كتعطي المذاق كما قلت لكم. نبدا نضيف الخضر. بعد ما شحرات ليا غنبدا نضيف الخضر. عندي ديك جوج خيزيوات زيوات، حبات بطاطس واحده، عندي هنا متوسطات الحجم، وعندي هنا تقريبا واحد 400 غرام ديال القرعه الحمراء. قلت لكم ديروا 400 غرام حتى نص كيلو مع هاد المقادير. وغادي نبدا نخلط هاد الخضر مع ديك البصل والبوارو، ونضيف ليهم. انا كنضيف التوابل اللي بزهر فقط، درت واحد نصف ملعقه صغيره، اللي كتبغيو الحار ديروا اكثر، يعني ديروا حتى ملعقه، انا فقط اكتفيت بنص ملعقه. درت واحد ملعقه صغيره ديال الملح، والملح كيبقى حسب الذوق. وكنبدا نضيف الماء للجهد اللي طيب في لي طيب ليا فيه هاد الخضره، لان مازال غادي نطحنو، الا خصني الماء نزيد الماء، نطيب الماء ونزيدو اولا نغليه ونزيدو. ما بعد ما دازت تقريبا شي 25 دقيقه انا بلا طنجره الضغط، نتوما الا كديرو طاجون الضغط راه ربع ساعه صافي طيب ليكم. غادي نبدا نميكسي فيها او نطحن فيها بداك الهاند بلاندر او الميكسور او الطحانه الكهربائيه. كنبدا نطحن فيها، ملي كتطحن ليا كنضيف ليها داك ملعقه عندي ديال الكريمه، كريمه ديال الطبخ ديال الطهي، ماشي كريمه حلوه. الا ما عندكمش الكريمه ماشي ضروري، ديروا حبه قطعه ديال جبن مثلث او مربع حتى هي كتجي لذيذه. انا فقط توفرت عندي الكريمه، ضفت ليها الكريمه. دابا بعد ما طحنتها كنشوف القوام ديالها، الا خصها الماء تنزيدها الماء طايب او المغليان، الا كانت هي هذيك صافي تنكتفي بها. بالنسبه للمعدنوس يمكن لكم تطحنوه معاها، انا غنضيفو حتى الاخر في طبق الزين. تنكون وصلنا للشكل النهائي ديال الوصفه ديال اليوم، شوربه القرع الاحمر او اليقطين. كتجي لذيذه مفيده صحيه، انا زينتها بكريمه وقليل من البقدونس او المعدنوس، وترافقوها باللي بغيتو بالمعسلات بالفطائر الشيء اللي بغيتو. انا رافقتها هنا مع سندويتشات ديال الطاكوس. كنتمنى وصفتي تعجبكم وتنال رضاكم. إلا عجبتكم متنسوش ليا باللايكات والتعاليق الزوينة، إلا كنتو أول مرة كتدخلو القناة متنساوش تضغطو على زر الإشتراك. شكرا على المتابعة، إلى اللقاء.